एक और वो सलावात पढ़ो। इसके बाद एक सलावात है, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिही, 70 बार पढ़ना है। द नेक्स्ट इज़ ए तस्बीह ऑफ सलावात, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द आमाल वेयर वी बेसिकली आफ्टर नमाज वी रिसाइट 70 टाइम्स اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. It's a salawat but with slightly different wordings. We'll do this all together. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. 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 اللهم صل على وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي أمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي 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 وعلى آله. على محمد النبي الأمي وعلى آله. صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله.
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي أمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي 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 وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي 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 وعلى آله. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله.
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اس کے بعد سجدے میں 70 times ایک تسبیح ہے, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جو بزرگ حضرات ہیں جن کے لیے سجدے میں اتنی دیر تک رہنا مشکل ہے, وہ صرف اشارے سے کریں سجدہ. نیکسٹ ول گو ان ٹو سجدہ اینڈ ریسائٹ دی تسبیح پریزنگ اللہ سبحانہ و تعالی ان دی ورڈ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 70 times. Those who are elderly, please don't put yourself into extra difficulty. You can do it with ishara. Bismillahir Rahmanir Rahim. سبوح قدوس رب الملائكة والروح, 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 سبوح قدوس رب الملائكة والروح,
سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح ملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة 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 والروح Brothers and sisters, after praising Allah subhanahu wa ta'ala as the one who is the worthy of praise, the most holy, the Lord of the angels and the Lord of Jibreel. Now we'll recite 70 times a tasbih, which is a dua asking for forgiveness of our sins, asking for his mercy, and for him to ignore the sins and the mistakes that he knows about us. Iske baad ek tasbih hai, Khudaunde Alam ki tareef ke baad 70 martaba Khudaunde Alam ki bargah mein tauba aur istighfar karenge aur Allah ki rehmat ke talib honge. Bismillahir Rahmanir Rahim. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم
إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي العظيم. رب اغفر
إنك أنت العلي العظام رب اغفر إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي العظام رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي العظام
آخری عمل لیلۃ الغائب میں دوبارہ وہی تسبیح ہے جو سجدے میں پڑھیں گے, جس میں خداوند عالم کی حمد و ثنا ہے. یہ وہ ہے جو ملائکہ اور جبرائیل کا رب ہے. We will again go to sajda and repeat 7 times the praise of Allah subhanahu wa ta'ala, who is all praiseworthy, who is the holiest of holy, who is the Lord of the angels and Jibreel. And after that, we will end with hajat. بسم الله الرحمن الرحيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح 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 سبوح قدوس رب الملائكة سبوح قدوس رب الملائكة والروح
سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح نياجات طلب کریں This is the time to pray and ask for your hajat. Especially, do not forget the community and the difficult times that we are going through. May Allah subhanahu wa ta'ala keep all of us and our community and our centers safe and secure under His grace and mercy. Iltamas dua. We'll now go for Namaz-e-Isha. Namaz-e-Isha nahi padhenge. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله